الكبس اللي المخام بتاعك اتحط زي الاستابيل بالظبط. تمام، ده انت تاخد بالك مثلا ان العواميس بتاعتك ان احنا نظبطها على وضعها. ايه الليزر لو كان عندك العواميس 45 زي كده، او انت هتعمل المخام بتاعك على شكل مائل، يعني دي 45 هنا، بص عليها في السجاده هنا، تعال نبص برضو عليها عند حق الباب. عندك حق الباب هنا ماشي مع الحيطه، والبرج بتاعتك والحيطه بتاعتك ماشي معاها 45 بالمنظر ده، 45 جاي قافل مع المعوره او المدخل بتاعك بالمنظر ده كده بالظبط. تحس ان انت ايه تاخد بالك من الحاجات دي. الحاجات دي بتبقى فرق صناعيه، الصناعيه نضيف وهي بتطلع الحاجات دي كويس. تمام، السيريه بتاعتك وسيريه العريس بتاعتك لازم يكون بنفس لون الرخامه بتاعتك. يعني عندك هنا رخام الجلاله مثلا لازم يكون اوكسيد ابيض او باسمنت ابيض. تعال بص بقى على السيريه بين العريس بتاع الرخام هنا، هتلاقي اوكسيد محمر شويه او بني شويه او محروق شويه. تمام، فانت لازم تاخد بالك من الحاجات دي كلها. الدرج، تعال بص بقى على الدرج السلم بتاعك. السلم بتاعك انت بتخلي الصناعي يمسك شيء يدخل من هنا ويقف يدخل من هناك، او ان يحط اده ويحط عليها مزاج. ولنفرض مثلا دي اده، هو بيحط الاده كده على انوف السلم، ده اسمه انف السلم. انف السلم لازم تاخد بالك ان هو يكون مشطوب كده. لو انف السلم شارب